انا بقى هنا عايز اروح لحبيبي الحاج فتحي. الله يخليك. ايه هو سر بجد والله سر موسيقى النوبه وسر عم احمد منيب؟ ايه السر؟ في ايه بقى السر؟ في انه هو طول الوقت جوه القلب. ده واحد. السر في انها موسيقى طول الوقت عايشه. تمام. السر في انه حتى الاجيال العيال الصغيره اللي قد عيالي حافظين بتحب منيب وبتحب تمام. موسيقى النوبه. تمام. السر في ايه؟ السر ان المصداقيه. مصداقيه احمد منيب و و و و والطيبه بتاعت احمد منيب وطيبه النوبيين عامه. فدي كلها اثرت على اعماله الفنيه كلها. تحس بشجن فيها صح، وتحس بالحنيه والحنين لاي، لو انت مغترب هتحس بالحنين بتاع بلدك، والكلام ما فيهوش عن الحب. يعني لما قال ربك هو العالم، ربك رب قلوب، مين عارف يا حبيبي ايه اللي مكتوب، وده معايا بيمشي وغلاوته غلاوه، بيضحك في وشي ويخبي العداوه. طول ما البني ادم موجود هتلاقي ده، يعني طول ما البني ادم عايش على وجه الارض هتلاقي في واحد بيحبك وواحد ما بيحبكش. هي دي ده اللي بتقوله. ده حصل لي في لندن، قابلت مجموعه اتعرفت عليهم بالصدفه عن طريق صديق من الوطن العربي، صديق خليجي يعني. تمام. وكنا متقابلين انا وهو، انت في انجلترا وانا كمان، طب ما تيجي نتقابل النهارده بالليل. اتقابلنا، رحنا مقابلين ناس اصحابه من النوبه. تمام. قعدنا في حته اوتيل، حاجه عظمه قوي. والله العظيم غالي جدا يعني. يعني انا لا احلم ان انا اعدي قدامه تاني بصراحه. المهم فقعدنا انا واصحابنا بقى اللي انا اتعرفت عليهم الجداد النوبيين، وقعدنا نتكلم على النوبه ومش النوبه وبتاع ومش عارف ايه. وبدا واحد فيهم كده، هو كان قاعد ساكت الهادي بقى، فراح مدندن هون يا ليل هون يا ليل. ونحن بقى الدنيا ليلت علينا بالليل. تعرف الليل في بلاد الضباب بيبدا طبعا من بدري قوي. مش زينا. قعدنا هون يا ليل. تخيل انه الاوتيل ده كله اتلم علينا واحنا بنغني منيب. طبعا انا كنت اخرهم غناء، بغني بصوت واطي عشان صوتي وحش وبنشز وحالتي كرب، فسايبهم بقى عمالين يغنوا وقاعدين، وانا عمال بقى وحاجات زي كده. والله الاوتيل كله بالجنسيات اللي فيه كله نزل قاعد معانا وعمال يغني اغاني منيب. قالوا عاليين يعني ايه؟ قال يعني فاهمين احنا بنقول ايه، بس هم مبسوطين مستمتعين. انا الفكره بتاعت منيب التراثيه جات لي ازاي؟ جات لي من 3 سنين يا استاذ يوسف. احنا عندنا في البيت كنت دايما اشوف الوالد ومنير ربنا يديله الصحه امين بدف وعود. دف وعود، وناس بتهيص وناس بترقص ومبسوطين جدا. فقلت انا عايز انقل اللي انا كنت بشوفه جوه البيت ده انقله بره. فقعدت افكر، طب انا بره، طب ما انا ما ينفعش، ما انا عايز النوبي اللي اتمصر. يعني ايه؟ لان اغلبيه الحاجات، اول شريط لمحمد منير وتاني شريط دي كانت الحان نوبيه عاملها احمد منير في الخمسينيات. صح. وجه عبد الرحيم منصور بقى بعبقريته طبعا كتب عليها طبعا، وتحس ان الاغنيه يعني هي كده يعني. ما كانش نوبي، لا ده يعرف متفصله كده متفصله. في شعراء كبار لا داعي لذكر اساميهم حاولوا يعملوا التجربه دي مع احمد منيب وفشلت، واسامي كبيره اسامي كبيره جدا فشلوا، ما قدروش يحطوا الحته القالب اللي عبد الرحيم منصور حطه في اغاني احمد منيب اللي ايه النوبيه. فانا قلت ايه، طب انا اجيب الاغاني دي اللي اتمصرت الناس مش عارفه كانت عامله ازاي بالنوبي واعملها بالفرقه. معانا طبعا شباب حابين احمد منيب، وده التعاون اللي ما بيننا يعني، كل الشباب اللي معايا كلهم حابين احمد منيب. والحمد لله ابتديت سنه لغايه اما جات لنا دعوه من الامارات ان احنا نشارك اسبوع كامل بدعوه من معهد التراث بالشارقه. وفعلا سافرنا الامارات وقعدنا اسبوع هناك، كان تحت رعايه الشيخ سلطان. الشرقه بالذات يحبونا قوي. الدكتور أوي. سلطان يحب مصر حب غير طبيعي قوي. والله يا استاذ يوسف قعدنا اسبوع، ناس محترمه وبيقدروا أوي. المصريين واللي كانوا واقفين يخدموا علينا في اللفظ يعني صرف اللفظ اماراتيين. يا سلام على الكرم. اهو اسال الشباب، يا سلام على الكرم. اسال الشباب اللي معايا، لدرجه ان اللي بيصب لي القهوه انا بقول له يا عم، عايز اقول له يا عم بعد اذنك، صاحب البيت اللي يعمل كده ده محبه وكرم. هم بيحبونا.
سيد القوم قعدنا اسبوع هناك نقلنا لهم التراث بتاعنا النوبي عامل ازاي ماشي، وباذن الله في 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 حاجات مهرجانات تانية وعدونا ان احنا هنروح. فالحمد لله انا لمست النجاح ده. فلما جه عادل بقى كلمني ان احنا نمجد يبقى في اندماج ما بين المؤسسة ما بين المؤسسة ما بين الفرقة. على فكرة عادل حمدي منيب أو عارف يعني ابن بس هي ملهاش علاقة بالنسب، بس هو احنا يعني هي الفكرة حلوة، هي علاقة أكتر بالهدف بالظبط والدم واحد بالظبط. فأنا طبعا قلت إيه، طب أنت هتغني حاجات النوبي إزاي وأنت لابس قميص وبنطلون وبدلة وجاكيت؟ طب يا شباب احنا مش هنطلع غير بتراث أجدادنا لبسنا النوبي بتاعنا، يعني أنا سايب البدلة جوه ولبست عشان 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 ما ينفعش يعني أنا يبقى الفرقة. الله العظيم كده أحلى وأرق. الله العظيم ساعة ما لبسنا بدل ما احناش مبسوطين. لا أنا مرحرح كده تمام احنا كده مش وأبيض أبيض 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 يقوم إيه ما يبقاش في حر. فالحمد لله ربنا وفقنا ونزلنا في كذا معرض، يعني كان معرض بيت العرب ده عملنا فيه شغل جامد جدا والشباب بقى مبسوطين جدا، والمعرض بدع ديارنا والحمد لله ماشيين على خطة ثابتة يعني الحمد لله. نسمع ايه دلوقتي؟ انا سمعك هون يا ليل اللي انت بتحبها، بس هتسمعها نوبي هتسمعها نوبي. طبعا انا بقى هعرفك على اعضاء الفرقه بس في الاخر بقى. طب استنوا انا اعرف جمله واحده نوبي اتعلمتها من صديق عزيز ليا عم محمود كان صديقي وزميلي في شركه اشتغلت فيها زمان بعد ما اتخرجت. مسكاهيونا مسكاجونا مسكاهيونا ايوه ازاي يعني ازاي كيف حالك؟ يبقى الرد عليها روجا صح؟ امال ايه روجا ده كلمه ممكن يعني عم محمود كان بيضحك عليا ولا ايه؟ مسكاجر عم محمود اشتغل. لا انت بتسالوا مسكاجر او الحمد لله قالوا انا حبيت اتفزلك غنوا رجاله غنوا سيبكم مني غنوا.